السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. فريق من الكتاب والمثقفين ينقبون في الإسلام عما يتوافق مع قيم الليبرالية أو العلمانية، ثم يصيغون أفكارهم ورؤاهم بطرق تقدم الإسلام كدين ليس يقبل العلمانية فحسب، بل كدين علماني أيضا. كيف ظهر هذا الفكر، وما مدى العلاقة بين نشوئه وبين الظرف السياسي الذي عاشته المنطقة وما زالت؟ وهل ثمة آثار نفسية وفكرية على المسلمين من وراء انتشار هذا الفكر وتبنيه في وسائل أعلام كثيرة؟ أسئلة أطرحها على ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بكم دكتور. كثر الحديث في الآونة الأخيرة، يعني ربما في فترة الثمانينيات انتشر الحديث عن اليسار الإسلامي، وكثير من المفكرين وخاصة المصريون، يعني حسن حنفي وغيره، تكلموا في هذا وحاولوا أن ينظروا له. الآن هناك موجة من لبرالة الإسلام أو علمنته أو أمركته أو ما شابه من هذا الكلام. يعني السؤال هو، يعني ماذا يعني علمنة الإسلام أو لبرالته أو هذا المصطلح عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فنهنئ المسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها بشهر ذي الحجة، شهر الحج، وأحد أركان الإسلام. أما مسألة أمركة الإسلام أو لبرنته أو علمنته، زي ما حضرتك أشرت كده، هي ظاهرة مثل ظاهرة الاشتراكية التي كانت في بداية السبعينات ونهاية والستينات، واليسارية، وكلما ظهر عند الغرب شيء حاول المسلمون أن يلبسوه ثوب الإسلام وثوب الشريعة، وهذه مصيبة كبيرة في الحقيقة. لكن المقصود بهذه الظاهرة يا أستاذ زياد في سطرين، أن يكون الله تعالى جل وعز عن هذا محكوما لا حاكما، مأمورا لا آمرا، تابعا لا متبوعا. كيف يعني؟ سأشرح هذا، لكن احفظ هذه الجمل. المراد منها أو علمنة أو أمركة الإسلام أو علمنته أو لبرنته، المقصود منها أو معناها في هذين السطرين، أن يكون الله تعالى عن هذا مأمورا لا آمرا، محكوما لا حاكما، تابعا لا متبوعا، وأن يقوض سلطانه في الأرض وأن يقام مكانه سلطان إبليس. لكن الذين يقولون بالعلمنة لا يقولون بهذا، هم لا يقولون بهذا إنما يعملون هذا، ليس شرطا. ما المشكلة عندهم؟ أنهم كذب ودجالون لا يصرحون بما يرمون إليه. فمثلا يخربون البلاد ويقولون تعمير، يحتلون البلاد ويسمونه استعمار، يدمرون الاقتصاد ويقول لك ويسمونه تطوير الاقتصاد أو تحسين الاقتصاد. فدائما يسمون الأشياء بعكس ما يريدون. إذا قالوا تطوير الأزهر يبقى تطوير الأزهر، إذا قالوا تطوير الاقتصاد يبقى تدمير الاقتصاد، إذا قالوا الاستعمار يبقى الاحتلال، وهكذا. هذا مرادهم. فهذان السطران هما ملخص ما يسمى في هذه الظاهرة المستحدثة الجديدة، ظاهرة أمركة الإسلام ولبرنة الإسلام وعلمنة الإسلام، أن يكون الله تعالى عن هذا محكوما، يعني لا قرار له، محكوم بعقول الناس، لا حاكما، تابعا لهم لا متبوعا، مأمورا لا آمرا. وهذا ضد الألوهية، هذا مخالف هكذا يريدون أن يقصقصوا كل ما يتعلق بالإله، ويبقى الإله ده حاجة حلوة كده، يعني مثل الجاهلية، يعمل إله من العجوة يعبده فإذا جاع أكله، وأن يقيموا وأن يقوضوا سلطانه في الأرض وأن يقيموا على أنقاضه سلطان إبليس، ويصنعوا من هذه التتبيلة دينا جديدا يسمى دين الإنسانية، يعني دين لا عقيدة له، لا شريعة له، لا عبادة فيه، اعبد ما تشاء، اعتقد ما تشاء، المهم أننا كلنا إنسان، يجمعنا لفظ الإنسان، أنت ملحد وهذا كافر وهذا مسلم، وهذا لا فرق في الحقيقة، كلنا بني إنسان.
وهذا من الدجل والتدليس على الناس. نحن لسنا ضد الإنسانية ولا نعادي الإنسانية، إنما نحن ضد الإنسانية التي تقوم على أنقاض التوحيد، نحن ضد الإنسانية التي تقوم على أنقاض المسلمين. لكن قبل إطلاق الأحكام أو المواقف يعني دكتور، أنت تحدثت عن أن علمنة الإسلام تعني إقصاء الله عن القرار وعن التوجيه وعن نعم. إلى آخره. مظاهر هذه العلمانية كيف تتبدأ لك في العالم الإسلامي اليوم؟ إحنا عندنا ركائز الشريعة وأقسامها أربعة أشياء، هم في الأربعة أشياء بيشتغلوا، في العقائد فيحلون مكانه الإلحاد. يعني مثلا إبليس ظل يسعى إلى أن حرف التوراة والإنجيل، فما الذي صنعه بعد أن حرف التوراة والإنجيل؟ هل بقي؟ ولذلك علق بعض شيوخنا رضي الله عنهم حينما دخلت النصرانية روما فقال: هل ترومت النصرانية أم تنصرت روما؟ ثم قال: بالنظر والتدقيق ورأينا أنه قد ترومت النصرانية ولم تتنصر روما. يعني خرجوا النصرانية من قدسيتها وبهائها الإلهي وألبسوها ثوب التثليث، ثم خرجوا الإنجيل من حقائقه الشرعية التي أنزله الله على نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم وقال فيه هدى ونور، إلى التثليث والخرافات والخزعبلات وهذه الأشياء. سأتي معك إلى قضية العقيدة، لكن هذا مستوى، أي في أي مستويات أخرى يتبدل العلمنة، علمنة الإسلام؟ أهم شيء الاعتقاد، العقيدة بفروعها، فروع التوحيد، فروع الحاكمية، فروع السلطان الله في الأرض. الله ليس له سلطان في الأرض الآن، انتزع سلطان الله منه سبحانه وتعالى لأنه وكل المسلمين إلى حفظ هذا السلطان وصيانته. أما في القديم فالله كان هو الذي يصون سلطانه بنفسه، فإذا ولذلك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص فربنا سبحانه وتعالى يتدخل هنا. فما الذي حدث؟ أن الله أغرق قوم نوح ونجى نوحا ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، فالله يغار على سلطانه. فلما جاءت اليهود موسى صلى الله عليه وسلم أوكل الله إليه صيانة هذا السلطان، فقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. فربنا ادالهم الثلاث حاجات، ادالهم الكتاب وادالهم النبوة وادالهم الخلافة لصيانة سلطان الله في الأرض، وفرض عليهم الجهاد. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوها باسم الإسلام، باسم رب العالمين، ليس باسم الصهيونية ولا باسم اليهودية، ادخلوها باسم الله، ولذلك ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. قالوا: لا، احنا مش بتأكد. فربنا جل جلاله ضرب عليهم التيه ف مزقهم في الأرض، ومات موسى وهارون في التيه، وجاء الله بقوم موحدين فنصرهم على الوثنيين. طيب، لكن معذرة دكتور محمد، هذه حتى الآن ما زالت عموميات، يعني أنا شخصيا لم أفهم أين تتبدل علمنة الإسلام. يعني أنت قلت، ذكرت مصطلح الإلحاد، يعني لا يجبرك أحد على أن تلحد، نحن نريد أن نتحدث عن في بنية الإسلام أين تتبدل. حينما يمنعني من ديني هو يجبرني، يمنع شيء وعلمنة الإسلام شيء آخر. هو يمنع الإسلام أن يقول كلمته يا أستاذ جهاد. يعني كيف يتبدى هذا واقعا؟ في يا أخي، هذه الأنظمة التي أقامها إبليس في الأرض ثم يعني مكنها من بلاد المسلمين، بماذا تسوس الناس وبماذا تحكمهم؟ بسلطان إبليس لا بسلطان الله. هل هناك أكثر من هذا يا أخي؟ نعم، لكن هذا لا يعني علمنة الإسلام كدين، أحكام وقواعد وعقيدة. هم أين الأحكام التي في الدين؟ ربما هي لا يعمل بها، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها الإسلام يعلمن. يعني هم لن يكتبوا لنا، نحن سائرون في خط علمنة الإسلام، انتبهوا فنحن سائرون في خط، لن يقولوا هذا. هذا تصنعه السيارة فقط، انتبه فالسيارة ترجع إلى القلب. معذرة دكتور، ربما يعني أنا لم أحسن التعبير، أقصد أن الإسلام بأحكامه وعقائده وآدابه وفقهه كله قائم كما هو، لم تمس. طب أنا خليني أسأل حضرتك سؤال هنا، الإسلام قائم كما هو فعلا؟
لا هو ربما انا من يسال. انا اريد ان اسال يعني دكتور، عندما نتحدث عن علمنة الاسلام ربما يقصد بان التغيير في الاحكام، التغيير في العقائد في عقول الناس وقلوبها، هل تلحظوا اثرا من هذا؟ فين الزكاه؟ معطله لكن غير معلمنه، يعني غير معلمنه. كيف غير معلمنه؟ ما دام هدمها واقام على انقاضها ما يسمى بالضرائب، فين الزكاه؟ الحج، ما الذي يصنع في الحج؟ الصوم، ما الذي يصنع في الصوم؟ الصلاة، ما الذي يصنع في المساجد والصلاة؟ تؤدى بين الناس هذه الفروض؟ هذه الفروض ليست مهمة الناس وحدهم، هذه الفروض ليست مهمة الناس وحدهم، هي مهمة الدولة والأمة أولا، والناس تبع لهذا. إنما أنت تصلي لأنك مسلم، إنما لا تصلي كما أراد الله. أنت لا تقيم الصلاة ولا أنا أقيم الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك هذا لم يحدث. إذا نظرت إلى الشارع، إلى الإعلام، إلى 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 إلى, إلى, إلى الصحافة، إلى 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 حياة المسلمين نفسها، كيف قامت؟ هل أقاموها على منهج الصلاة؟ أبدا. تعطلت صلة الأرحام، تعطل البر بين الناس والإحسان، تعطلت مظاهر الحجاب في الشارع، معطل. طيب، هل يمكن القول إن مفهوم الاعتدال الإسلامي الذي يسوق من الخارج في الديار الإسلامية، هل يمكن أن يدخل هذا في إطار علمنة الإسلام؟ أكيد. ما هو يعني هذا المراد؟ الذي أريد أن أفهمه من كلامك. أولا لابد أن نفهم أنه الاعتدال ليس وصفا للدين، وإنما لا، الاعتدال هو الدين. الاعتدال هو الدين، والتيسير قد يكون وصفا للدين، ولكن التيسير ليس هو الترخص في الحرام. فمثلا الثلاثة الذين يعني سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري، فكأنهم تقالوها عدوها قليلة، فواحد قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال وأنا أقوم الليل ولا أرقد، والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء. هذا اعتدال أم خروج عن الاعتدال؟ هذا خروج عن الاعتدال. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردهم إلى الاعتدال؟ ردهم إلى الدين، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، هذه شريعتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إنما ما قالوش، لم يقل له يا فلان أنت تصوم لابد أن تصوم وتفطر وتصنع لا، إنما رده إلى الشريعة. إذن فالاعتدال هو الشريعة. هذه نقطة مهمة أريد أن أزيد عليها استفسارا دكتور. فضل. عندما يقال بأنه يحق للمرأة أن ترث مثل الرجل، أو أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل مثلا، تمام، هل عملية التغيير في الأحكام الشرعية هل هذه تدخل في عملية علمنة الإسلام؟ ما هو ولذلك نعم أكيد. ولذلك من أهم علمنة الإسلام ما تغيير مصطلحات الشريعة. كيف ذاك؟ يعني مثلا المثال اللي حضرتك ذكرته الآن، أن نعطي للمرأة مثل الميراث، هذا هو ما أقوله يا أستاذ، ما قدمت فيه أن يكون الله تابعا لا متبوعا. هذه نتيجة، نحن نريد الطرائق الموصلة إلى هذه النتيجة، البحث فيها. الطرائق كثيرة بقى. هذا الذي الطرائق كثيرة، أهمها تحريف الشريعة. أهمها تحريف الشريعة، تعطيل الأحكام، تغيير المصطلحات. ايه الجزية دي؟ ايه مصطلح الخلافة ده؟ ما مصطلح الجهاد؟ هذا عنف يا اخي. ما مصطلح القصاص؟ ما مصطلح هذه المصطلحات الشرعية. ولذلك بعض المشايخ الفاسدين كان ينادي بتغيير مصطلحات الشريعة، فقلت له يا سي الشيخ، هل يحل للحكومة السعودية أن تأتي إلى عرفة وتغير اسم عرفة؟ طبعا نحن نريد أن نبتعد عن المسميات، لكن قبل ذلك دكتور، يعني عندما مثلا الآن يقال كثير من الحديث الآن، وهذا موجود حتى بين المفكرين، أطعت علي. لا سأعطيك الفرصة، لكن لا نريد أن نسمي أي جهة بذاتها. عندما يقال عن أن المرأة يحق لها أن تكون إمامة في الصلاة، أنت أم الرجال والنساء مع بعض، مين اللي ادها الحق؟ نعم، هل هذا تدخل في أحكام الإسلام وفي بنيته الشرعية؟ هذا هدم للدين، مش تدخل، هذا هدم للدين، هذا هو تحريف الشريعة الذي هو المقصود من العلمنة والأمركة. نعم. لأنه المشرع هو الله، ليس أنا ولا أنت، دورنا التلقي.
دورنا التلقي، ثم أن نقول لله سمعنا وأطعنا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإن كنتم مؤمنين فقضية السمع والطاعة لله قضية إيمانية ما لكش فيها خيار، وليس للمسلم أن يختار في هذا أو لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. نحن دورنا التلقي والبلاغ يا أستاذ جهاد، إنما أن نقترح على الله، أن نعدل على الله، أن نصحح لله. معاذ الله، معاذ الله تبارك وتعالى أن نقف هذا الموقف أو أن نسمح به أو أن نأذن به في ديننا. إذن كيف نشأت هذه الظاهرة؟ يعني ملابسات ظهور هذه الظاهرة، ظاهرة علمنة الإسلام وتغييره من داخله، نشأت حينما أولا لابد أن نفهم شيء. تفضل. أنا عايز أرجع بس لحتة تغيير مصطلح عرفة. أنا ما بتكلمش على السعودية، أنا نعم. بضي المهم أن لا نسمي جهة بذاتها، أعطي نعم. مثلا نعم. يعني هل مثلا الحكومة في القدس تستطيع أن تغير اسم القدس، اسم الأقصى؟ لا تستطيع. فإذا أفضتم من عرفات وجات الحكومة السعودية غيرت الاسم، الحكم ده نجيبه منين؟ فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد الأقصى، لما يغيروا اسمه نجيب ده الحكم ده منين؟ واخد بال حضرتك؟ لما نغير اسم الخلافة الراشدة إلى اسم أي حاجة بقى، أي تجمع، أي حاجة، زي ما هو كان بيقوله، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، الحكم ده يضيع، الحكم ده ضاع خلاص. إذن فالمقصود يوم الجمعة عايزين نصلي الجمعة، إيه رأيك نخليه ما نسميه الجمعة ده الخميس، نسميه السبت؟ لكن لا أحد يقول بذلك. هم يقول، ما هو ده المقصود من تغيير المصطلحات يا أستاذ جهاد، تغيير المصطلحات، إنك أنت تدوخ التضليل، التوهان اللي المسلمين يعني عايشين هل فيه. هل لديك من أمثلة على ذلك، على بعض هذه المظاهر، مظاهر العلمنة والتغيير؟ كثير كثير جدا، يعني بعضا منها دكتور. يعني تعال مثلا لنرى، بعضهم يكتب في السياسة الشرعية ويقولون والله لا داعي أن نلزم الناس بمصطلح الخلافة الراشدة ولا مصطلح الخلافة، إنما سميها مثلا اتحاد، سميها التجمع، سميها أي حاجة بقى. لكن إذا تحقق المحتوى وتغير الاسم والشاكل منعا للأذى الذي قال هذا الأذى. هو قال هذا. طيب، نحن مستعبدون بالمصطلح يا أستاذ جهاد، كما نحن مستعبدون بالحقيقة. كيف ذاك يعني مستعبدون؟ ما أنا قلت لك هو، لما النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، السنة الفعلية وليس السنة لا. بمعنى المصطلح. طب هذا الرجل راشد أم لا؟ هذه الحكومة راشدة أم لا؟ يعني يجب السمع والطاعة يعني لها أم يجب الخروج عليها؟ النبي والله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الخلافة الراشدة وما ينتج عنها من تداعيات عملية على الأرض، إقامة العدل والقسط بين الناس، أم أراد أن نقيم دولة ربما لا يكون شيء فيها من العدل ليست راشدة لكنها اسمها خلافة لا 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 لا، الاسم له مسمى وله دلالة، ولا بد من ربط بين الاسم والحقيقة، بين الاسم والمسمى لا بد من الربط بينهما. ولذلك يا أستاذ جهاد، سيدنا معاوية فقد الخلافة الراشدة لماذا؟ لأنه لم تكن خلافته راشدة، لكن إذا ففقد الاسم. طيب دكتور، يعني أنا فقط أريد أن أقول لك آراء مطروحة، يعني إذا وقفنا عند الاسم وترتب على هذا الوقوف عند الاسم مضار ضرار كبيرة على المسلمين، ألا لن يتعارض هذا مع مقاصد؟ لا أبدا، لن تترتب أبدا، هذا في خيالات المتكلمين بهذا 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 الدجل يا شيخ، هذا في أوهامهم فقط. نعم. إنما الاسم مربوط بالمسمى وحقيقته، فإذا وجدت الحقيقة أعلن الاسم له، وإذا انتفت الحقيقة انتفى الاسم عنه. إنما تقول لي إحنا هنسميها خلافة راشدة وهي ليست راشدة، لما سمتوش خلافة معاوية راشدة ليه؟ ما سمتوش خلافة الأمويين كلها والعباسيين راشدة ليه؟ سيدنا النبي ما قالش إنها راشدة، حد يقدر يسميها إنها راشدة؟ طيب عندما تقام دولة العدل ويقال عنها الدولة العادلة، يا أستاذ جهاد، الإسلام ليس عدلا، نحن لا نسعى لإقامة العدل، نحن نسعى لإقامة الإسلام، والإسلام هو العدل. ولذلك الرجل الغشوم لما اعترض على سيدنا النبي قال له اعدل، قال وعند من يلتمس العدل إن لم يكن عندي. فالذين، هذا من ضمن أمركة الإسلام، إن احنا عايزين نقيم دولة العدل، لا، نحن نريد أن نقيم دولة الإسلام،
فالإسلام فإذا تحقق الإسلام تحققت العدل وتحققت الحرية وتحققت كل هذه الأخلاق الراقية. نحن نريد أن نقيم الحرية، لا يا أخي، نحن يعني نريد أن نقيم الإسلام. ألا تفصل هنا أنت بين الأحكام والشعائر وبين مقاصدها؟ لا، يعني ما الغاية من إقامة دولة الإسلام؟ أليس تحقيق العدل والمساواة بين الناس؟ لا لا لا، وإنما الغاية من إقامة الإسلام تحقيق العبودية لله في الأرض. هذه هي الغاية العليا، الغاية النهائية، هذا الغاية، وكل ما يأتي بعدها تبع لها. تحقيق الحرية والأخلاق والعدالة الاجتماعية، كل هذا تبع لتحقيق العبودية، لأنه لا عبودية من غير هذه الأشياء. يبقى احنا بنكذب على أنفسنا أو نحاول أن نخدع الله، والله لا يخدع سبحانه جميل. وتعالى. إذن نعود إلى حديثنا وأرجو الاختصار دكتور، كيف نشأت هذه الظاهرة، ملابسات ظهور هذه الظاهرة؟ هي نشأت حينما بعد أن نجح إبليس في تحريف شريعة سيدنا موسى وشريعة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ونقل الأمتين بعد عن الإسلام. أمة عيسى كانت أمة مسلمة، أمة موسى كانت أمة مسلمة. طيب في الزمن الحالي نقلهم عن الإسلام بهذه الخطة، أراد أن يجرب أو ينفذ نفس الخطة مع الأمة المسلمة في زمننا الحالي. في زمن الحالي نفس الخطة. الخطة هي إيه؟ تحريف الشريعة. بماذا؟ هو لن يقول لك تعالى نحرف الشريعة. ما المصطلحات التي يستخدمها؟ نريد الإنسانية، أن نخدم الإنسانية. ما البأس في ذلك؟ في واحد مجنون من كم شهر كده كتب، بقى المسلم الزبال يروح الجنة، والعالم الذي قدم للإنسانية كل هذا الخير وهذه الحضارة يروح النار. فواحد بعت لي قال لي رد عليه، قلت له اكتب له سطر واحد ما فيش غيره: حينما تكون الجنة ملكا لك فأدخل فيها من تشاء وحرمها على من تشاء، إنما الجنة لا تزال ملكا لله رب العالمين. وهو قال إنها حرام على الكفار، خلاص انتهت المسألة. طيب. فإبليس يريد أن يخرج المسلمين من هذه الحقائق. حقائق إيش؟ حقائق التوحيد وحقائق العبودية لله، هذا هو أعلى شيء، وهو الذي يحارب من أجله إبليس، لأنه خرج منها، خرج من حقيقة التوحيد. طيب. ومن حقيقة العبودية. ما الغرض من هذا كله؟ يعني عند تتحدث عن بعض مشايخ كما ذكرتهم مشايخ السوء وأنهم يؤمركون الإسلام ويعلمونه، ما الغرض من هذا في نهاية المطاف؟ ما احنا قلنا الغرض من هذا، هذه وسائل كلها كما ذكرت حضرتك: الإعلام، المشايخ السوء، علماء السلطان، الكتاب المرتزقة، المفكرون الملحدون، كل هؤلاء وسائل. الغاية كما ذكرتها لحضرتك حاجتين سطرين: أن يكون الله متبوعا تابعا لا متبوعا، وتقويض سلطانه في الأرض. يعني لا سلطان لله في الأرض عليه. عندما يأتي مثلا كاتب كبير يساري، يعني بغض النظر عن الأسماء، عندما يتحدث عن أن الإسلام فيه أبعاد علمانية، هو لا يهتم كثيرا لأن يكون الله تابعا أو متبوعا، وإنما يبحث عن مصلحة ربما دنيوية، عن غاية معينة محددة. هؤلاء في مجموعهم دكتور محمد، يعني ما الهدف من السعي إلى تغيير بنية الإسلام من الداخل وعلمنته؟ هدفهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذ جهاد، لما الأنصار بايعوه نعم في العقبة الثانية، فقالوا له: فما لنا إن وفينا؟ قال لهم إيه؟ أيوة يا ابني، أنت أنا هديك قصر في الحتة الفلانية، وأنا هقطعك أرض في المكان الفلاني. الجنة. فليست لدينا طموحات في الدنيا نقدمها للناس سوى العبودية لله في الأرض وإقامة سلطانه في الأرض. أما ما سوى ذلك كل أمور تابعة، ليست مقصودة، إنما هي تابعة لهذا المقصد الكبير الأصلي. طيب نريد أن نتحدث عن الآثار النفسية والفكرية لهذه محاولات علمنة الإسلام، ولكن لو أذنت لي بعد الفاصل نتابع الحديث في هذا الموضوع بعد فاصل قصير.
أسعدكم الله. ما زلنا معا في الحديث عن علمنة الإسلام، مظاهر هذه العلمنة وأسبابها وتأثيراتها. دكتور، أجدد الترحيب بكم دكتور محمد. بارك الله فيك يا أستاذ. الأثار النفسية والفكرية المترتبة على هذه المحاولات، محاولات علمنة الإسلام، هل ثمة تلحظ أثارا نفسية وفكرية على المسلمين أنفسهم من هذه المحاولات؟ نعم، علينا أن نلحظ أولا أن هذه الظاهرة بدأت يعني تبرق وتمرق في الأفق بعد أن انتصر الكفار، واخد بال حضرتك، لأن المهزوم أو المنتصر صوته عالي ومسموع وكلمته مؤثرة وتوجيهه مستجاب له. فلما انتصر الكفار بعد أن أسقطوا دولتنا وهزموا خلافتنا ومزقوا وحدتنا أصبحوا هم المنتصرين، فانهزم المسلمون نفسيا. فأول شيء في الانهزام النفسي ده، لماذا انتصر الكفار علينا؟ لم يسألوا أنهم في الجواب، لم يجيبوا الجواب السليم، لماذا انتصر الكفار؟ لم يجيبوا الجواب السليم، إنما راحوا يسألوا انتصروا لأنهم تخلصوا من الدين. يا أخي، هم تخلصوا من الدين المنحرف عندهم، دينهم الذي يعني يعرقل مسيرة العلم ومسيرة التقدم ومسيرة الحضارة، تخلصوا منه. ديننا ليس كذلك، ديننا كل ما فيه نريد أن نجعله خادما لقضية العبودية لله في الأرض فقط. فلذلك أجابوا الإجابة الفاسدة فانحرفوا، انهزموا نفسيا فاتبعوا الكافر واستجابوا لندائه، فعلمنوا أفكارهم وأفسدوا تصوراتهم وعقائدهم وبدلوها وغيروها، مما ترتب عليه أنهم أرادوا أن يلبسوا أمتنا هذا الثوب الجديد اللي هو ثوب العلمانية، وهي في الحقيقة ليست علمانية، هي إلحاد. والله العلمانية إلحاد، ليست العلمانية هي اللادين. شايف هناك الكثير من العلمانيين يصلون حتى تراهم في صلاة الصبح بينما مسلمون غير علمانيين. أنت بتشوفهم؟ نعم نعم دكتور، يعني ليس القضية شخصية أن رأيتهم أم لا، هناك علمانيون يصلون، ليست القضية هنا. هو في الحقيقة العلماني لا يصلي، وإذا صلى فهو يصلي في الأصل كما يصلي، كما كان يصلي المنافقون قديما، يصلون لستر عورات الإلحاد التي في داخلهم، يصلون ليتواروا وراء ثوب رقيق ممزق. طيب دكتور، يعني لو أذنت لي من باب المناقشة والحوار، لماذا ندخل هنا في الحكم على النوايا؟ لماذا لا يمكن أن يقال مثلا بأن هؤلاء العلمانيين انحرف التصور عندهم؟ وهذا مسألة كتب عنها حتى كبار المفكرين الإسلاميين، منهم الأستاذ محمد قطب عندما قال أن أخطر مراحل المرحلة الحالية هي فساد التصور عند المسلمين. ألا يمكن أن يكون هؤلاء العلمانيون ممن انحرف تصورهم الإسلامي وبالتالي وصلوا إلى هذه المرحلة؟ هو لو انحرف تصوره يبقى يقبل الصواب، حينما تناقشه يقبل الصواب ويسمع لك. فانحرف تصوره يعني أن يرى الصواب بغير ما تراه أنت. لا، أنا أقول له قال الله، هو يرفض قال الله، هو يرفض قال الله، فكيف يكون مسلما من يرفض قال الله؟ هو يفسر قال الله بغير لا ما تفسرها. هو لا يفسرها، هو يرفضها، هو يرفضها أصلا. نعم. جملة وتفصيلا. لسه خرج علينا واحدة تقول ليس في تجديد الخطاب الديني، ليس عندنا ثوابت حتى نصوص القرآن يجب أن تغير. هل هذا مسلم؟ الذي يعني يريد أن يصحح لرب العالمين، والله الواحد ما أدري يقولها يا شيخ، يريد أن يصحح لرب العالمين سبحانه وتعالى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ طيب دكتور، يعني عندما يكتب بعض كبار المفكرين عن فساد التصور الإسلامي، هنا قضية مهمة، هل هذا فساد التصور الإسلامي هو نتيجة لمحاولات علمنة الإسلام، أم أن هذا الفساد هو الذي أوصلنا إلى مشاهدة وقراءة ومتابعة ما محاولات علمنة الإسلام؟ يعني أيهما السبب وأيهما النتيجة؟ معليش شاهد علي السؤال. الله. نعم، عندما يتحدث كبار المفكرين والكتاب عن فساد التصور الإسلامي لدى المسلمين أنفسهم، هل هذا فساد التصور هو في النهاية نتيجة لمحاولات علمنة الإسلام؟ يعني هذه المحاولات أنتجت لنا فسادا في التصور لدى المفكرين والكتاب وكثير من المسلمين، أم أن هذا الفساد هو أصل نتج عنه محاولات علمنة الإسلام؟
لا، هم أفسدوهم أولا. نعم، أفسدوهم أولا. كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولذلك حذرنا الله من السماع لهم. لماذا؟ حتى لا يفسدون، حتى لا يفسدوننا ثم نقول بقولهم، نصير نحن صدى لأصواتهم وببغاوات لمعتقداتهم. لهذا حذرنا الله من هذا كثيرا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ شوف السؤال الاستنكاري بقى العظيم: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ أيها رب، لأن الكفار حجزوا أسماع المسلمين عن آياتك يا رب، فلم تصل لهم آياته. فلما وصلت لهم الآيات وصلت إليهم محرفة الدلالات، هم حرفوا دلالاتها. إن الله تبارك وتعالى لما قال: ألا له الخلق والأمر، لا تجد علماني يأتي إلى هذه الآية أبدا ولا يتلوها، وإذا تلاها أنا عجب. ولذلك كنا كثيرا في محاوراتنا معهم أتلو عليهم هذه الآيات وأقول لهم: طب فسروها نحن، إحنا مش هنفسر، قولونا يعني ما معنى هذا؟ إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لماذا قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، لماذا أعجبتم بكتب عليكم الصيام فقط؟ هذا الانتقاء والاختيار في نصوص الله، هذا لا يليق بعمدة يا شيخ، مش برئيس بلد، فما بالك برب العالمين؟ هل هذا الانتقاء يليق بمقام الرب جل جلاله؟ هذا لا يليق أبدا. ده لو أستاذ في الفصل وقال بعض التعليمات للتلاميذ والتلاميذ أخذوا بعضها وتركوا بعضها يعاقبون، هم كذلك يعاقبون الناس في قوانينهم الوضعية وفي دساتيرهم الوضعية، إذا أخذ الناس ببعضها وتركوا بعضها عاقبوهم. فلماذا أجريتم هذا الذي ترفضونه على كلامكم، أجريتموه على رب العالمين والله أجل وأعظم من هذا؟ في الحديث عن الإنسانية قبل قليل تحدثت عن الإنسانية، يعني هنا ربما يكون من المناسب الحديث ما علاقة النص الشرعي الإسلامي بقيم الإنسانية الحديثة والمعاصرة. الإنسانية المعاصرة الحديثة لم تأتي بقيمة صحيحة وسليمة لا وجود لها في القرآن والسنة، هي لم تأتي بجديد. كل التي صنعته أنها سرقت منا ما عندنا، سرقت منا بضاعتنا ثم ألبثتها ثوبها وعرضتها للناس في صورة بهية، لأنهم منتصرون يا أستاذ جهاد، وعرضتها للناس في هذه الصورة فأعجب بها الناس. ولذلك حينما تنظر إلى واقع الناس في هذه الأخلاق الإنسانية والقيم الإنسانية، الحرية، المساواة، الصدق، الوفاء، هل له وجود عندهم؟ لا وجود عندهم، حتى عند شعوبهم لا وجود لهم. الذي أعطوه للناس من الحرية هي حرية الإلحاد وهي حرية الشهوات فقط، إنما هم يتحكمون في كل شيء. من الذي يأتي بالرئيس الفلاني وينحي الرئيس العلاني؟ من الذي يعني يسيطر على قرارات الأمة ويهيمن عليها ويوجهها؟ من الذي يمنع إرادات الأمة ويأتي بإرادات أخرى؟ إذن أين الحرية؟ أين العدالة الاجتماعية التي ينادون؟ ولذلك نقول كل ما ينادونه، ما ينادون به من خلال إنسانيتهم من قيم صحيحة وسليمة هي بضاعتنا نحن، نحن أصلها ونحن ربها ونحن تلقيناها عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يزايدوا علينا في مثل هذه الأمور، ولا أن يعني يزعموا أنهم هم الأصل فيها والجذر لها. لا لا لا، نحن أصلها وجذرها، إنما هم سرقوها منا فقط.
نعم، لكن يعني ثم يؤثر عن ابن القيم أنه ثمة وجدت المصلحة فثم الإسلام. هذا لا، هذا الكلام أنا لا أوافق عليه أبدا. نعم لا أبدا. طيب هذا يعني يتوافق مع ما يقوله كثير من المحدثون من أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا يكتب عنه كثير من الذين يعملون على علمانة الإسلام بأنه هذا يتوافق مع مبدأ العلمانية في الإسلام. أنا أنقل لك ما يقال وما يكتب وأنت ترد دكتور محمد. لا، حيثما وجدت المصلحة فسمى شرع الله، هذا كلام غير صحيح. المصلحة هي العبودية لله إذا تحققت. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الستار الله يديله الصحة ويعافيه قديما لما كتب كتاب عن الإسلام هو الحل، فقال الإسلام هو الفريضة الملزمة، حل مشاكلنا أو لم يحل أو لم يحلها، وفيه الحلول، إنما لا نقدمه بهذه الصورة، لا نقدم الدين على أنه فيه هذه الصورة. قد نبتلى بأن الله يعاقبنا أو يريد أن يزيد إيماننا بأن هذه المصالح لا تتحقق، فهل نكفر بديننا؟ وكثيرا ما تحقق هذا، أردنا المصلحة فلم تتحقق، أردنا الخير فلم يتحقق. فالخير هو الذي أراده الله لا الذي أردناه. انظر في 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 غزوة بدر، ما الذي أراده الصحابة؟ أرادوا العير، تمام؟ وما الذي أراده الله؟ أراد النفير. قارن بين مراد الله ومراد الصحابة رضي الله عنهم. لو أن الصحابة تحققت لهم مسألة العير واخذوا البضاعة وانتهت المسألة، كان ربما قيل شوية لصوص خرجوا على بضاعة وأخذوها، أو ربما اندثرت هذه الظاهرة في بطون التاريخ لم يسمع بها أحد. إنما لما أراد الله لهم النفير دون الله لهم وخلد ذكرهم في الدنيا والآخرة وصاروا هم خير الناس. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا هم خيرون. قال: وكذلك هم عندنا في الملائكة هم خيرون. يعني خير الملائكة أفضل الملائكة الذين حضروا بدر وأفضل الصحابة الذين حضروا بدر. فمراد الله غير مراد الناس. ولذلك لا أنا لا أسلم بهذا الكلام أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يسير على هوى الناس، إنما نحن نسير في فلك العبودية لله تبارك وتعالى. فلذلك الإنسانية ستظل حائرة، ستظل مضطربة، ستظل متألمة إذا لم تخضع وتركع هذا لله رب العالمين. هذا الذي نريد أن نبحثه بعد العودة من فاصل قصير، وأذنت لي يعني فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، ودائما الحديث مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أجدد الترحيب مرة أخرى بكم دكتور. يعني إلى أي درجة محاولات علمنة الإسلام وتغييره من الداخل كما ذكرت دكتور يمكن أن تنهزم أمام قوة الشريعة الإسلامية المتماسكة كما يقول بعض الكتاب الإسلاميين، أم أن هذه المحاولات في ظل غياب مرجعية إسلامية توحد تصورات المسلمين ومفاهيمهم تجاه القضايا الحادثة يمكن أن تترك أثراً عميقاً وعلى المدى الطويل؟ لا، هي تركت خلاص، هي تركت. وجود بعض الكتاب ومن يلبسون زي الإسلام، واحد يقول لا والولاء والبراء هذا بدعة، والله أنت المبتدع يا شيخ، تنكر القرآن والسنة. فلذلك لا، هي تركت خلاص، تركت فعلا. والمسألة تحتاج إلى آية من آيات الله تبارك وتعالى لإصلاح هذا الفساد ولرتق هذه الفتوق في الثوب الإسلامي،
وترميم ما حدث من شقوق في جداره. ما هي هذه الآية؟ تحتاج إلى آية من الله أن تستيقظ الأمة وتستنهض عزائمها. الدين محفوظ صحيح، ولذلك رغم كل هذا التغريب ورغم كل هذه العلمنة لم يصيبوا نصوصه بشيء، ولن يصلوا إن شاء الله، لأن نصوصه محفوظة. ولكن المسألة أن الناس مش فاهمة يعني إيه محفوظة. هي محفوظة بجهود المسلمين، هي محفوظة بجهود المسلمين، فإذا يعني تقاصرت دون مستواها جهود المسلمين وتلكأت وتبطأت، إذن فربما يحدث ما لا تحمد عقباه. فعلى كل حال، ولذلك هنا لابد أن نشير إلى المسلم اليقظ ونقول له: يا أخي، لقد نالت العلمانية من تصورات المسلمين. ولذلك حتى الفلاحين يا شيخ، الفلاحين في البيوت والناس البسيطة في بيوتاتهم نالت العلمانية منهم، ففصلوا كثير منهم فصلوا بين حقائق الشريعة وحياتهم، فأقاموا حياتهم بما شاءوا. البنت ما تاخدش في الميراث، تتراضى يا أخي، ما فيش عندنا بنات بتورث، البنات بتتراضى بس كده. مظاهر الفرح والترح، مظاهر العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، أنا أتكلم عن المسلمين البسطاء، دخلت عليهم هذه العلمانية، فما بالك بالمشايخ والكتاب الذين لا يربطهم رابط ولا يضبطهم ضابط من الشريعة. لهذا اسمح لي أن أوجه هذه النداءات السريعة العاجلة إلى المسلمين. لنا واجب نحو هذه الظاهرة، ولا عذر لنا فيه أمام الله إذا لم نقم به، فلسوف تسألون كما قال ربنا سبحانه، وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فقد أناط الله عز وجل بكل مسلم مسؤولية تجاه هذا الدين أن يبذل الجهد الواجب عليه ليحقق العبودية لله في الأرض. فرقم واحد أن يفضح هذه الظاهرة وأن يكشفها وأن يكشف مخططاتها. لسه كبير مذيعين القومية الأمريكية كاتب، لو دخلت على النت بيقول: لابد أن ننصر المسلمين المعتدلين وأن نقتل الباقي، بهذا أمرنا الكتاب المقدس. لسه يعني خدمة للإنسانية. ها؟ خدمة للإنسانية. أيوة. فلا دعني أنفصل هذه القضية، الله يحفظكم، معلش. فلذلك لابد أن نكشف هذا العوار وهذا الدجل، وثانيا ألا نسمع إليهم. فالسماع إليهم، وفيكم سماعون لهم، يؤثر على تصوراتي أنا كمسلم بسيط، كمسلم عادي. إيه والله، ولذلك أنا أتكلم مع واحد شيخ وأقول له إن الله تبارك وتعالى جعل الحاكمية في إبراهيم وأمته إلى يوم وبنيه إلى يوم القيامة، قال: هذه عنصرية. قلت له: أنت بتتهم ربنا بالعنصرية، ده ربنا يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء، يحكم ويريد، يصطفي من يشاء، إن الله يصطفي ما يشاء من خلقه لما يشاء من بعض أمره. فيحاكم ربنا تبارك وتعالى بمثل هذا القانون. فلذلك لابد أن نفضح وأن نكشف هذه الأشياء، ألا نسمع إليهم، أن نجدد ما بلي من شباب المسلمين ومن ثياب المسلمين، وأن نرمم ما تشقق في جدار الإسلام، وأن نرف ما يعني الفتوق التي أصابت ثوبه. لابد أن نصنع هذا، لأن الله تبارك ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الانتقاء في الإسلام لا يجوز، الاختيار في الإسلام لا يجوز، لا، هذا هو عين الخروج من الدين، وهذا ما يريده إبليس. فادخلوا في السلم كافة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وأطيعوا. كل هذه نصوص قرآنية الله ينادي بها على خلقه وعلى عباده، فلذلك لابد من الاستجابة لها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأنتم أموات من غير هذا القرآن ومن غير هذه النداءات. الأمر الخطير بقى للمسلم نفسه، المسلم صح، أنا وأنت الأفراد، علينا أن نجدد إيماننا وديننا. طيب. كما قال النبي، خلاص الوقت انتهى؟ والله معذرة، يعني أدركنا الوقت، يمكنك بنصف دقيقة من فضلك. أقول هذا الحديث فقط، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يخلق
في قلوبكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمان، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، وهذا حديث صحيح. فلذلك لابد أن نجدد الإيمان وأن نصنع لنفسنا رؤية مستقبلية، وأن يعني ينضم بعضنا إلى بعض، وأن نجمع الأصوات الصحيحة السليمة حتى تقوى هذه الأمة، ونستطيع أن نرد هذه الهجمة الشرسة ونرد كيد إبليس إن شاء الله تبارك وتعالى. وشكر الله لكم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد على هذه الإفاضة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي في نهايتها أشكر دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله تعالى.